عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اجتماعا مع المحافظين، حيث أشاد معاليه بدورهم في تعزيز نهج التواصل الدائم مع المواطنين والمقيمين من خلال الفعاليات والبرامج التي تقوم بها المحافظات وتتبع فيها الإجراءات الاحترازية، مما كان له مردود كبير على المجتمع وتقدير واضح من الجميع. وأشار معالي الوزير إلى أن ملف الصيادين يحظى باهتمام ورعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوها إلى أنه في إطار هذه الرعاية الكريمة لجلالته وتنفيذا للتوجيهات السامية بحماية الصيادين والمحافظة على مصادر رزقهم، قام محافظ محافظة العاصمة بتقديم الدعم والمساعدة التي أمر بها جلالته للصيادين في إطار الحرص على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين. وخلال الاجتماع قدم سمو محافظ المحافظة الجنوبية إيجازا حول الكاميرات الأمنية في المحافظة ودورها في تعزيز الأمن والسلامة العامة، بالإضافة إلى حملات المحافظة الهادفة إلى تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك انطلاقا من مبدأ الشراكات المجتمعية، كما تم استعراض الاحتياجات الأمنية في مدينة خليفة. من جهته تناول سعادة محافظ محافظة المحرق بعض القضايا المتعلقة بالمحافظة، ومنها العمل على تحديد مكان لعربات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى مسألة المعونات، حيث أكد معالي الوزير على ضرورة تسريع آلية صرف المعونات في الحالات الإنسانية والحوادث واتخاذ إجراء فوري في حالة الطوارئ والحالات المستعجلة. فيما أشار معالي محافظ محافظة العاصمة إلى جهود المحافظة في دراسة احتياجات الأهالي خلال جائحة كورونا وتحديد مواقع لإنشاء ملاجئ للإيواء وتشكيل فريق من المتطوعين من مختلف مناطق المحافظة، بالإضافة إلى حملات توعوية للوقاية من فيروس كورونا. كما تناول موضوع التفتيش على حملات أو محلات بيع وتعبئة أسطوانة الغاز بالتنسيق مع الدفاع المدني. وفي هذا السياق أكد معالي وزير الداخلية على أهمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة لدرء الحوادث والعمل على اتخاذ الاحتياطات بمستوى عال من الكفاءة والمهنية. من جهته استعرض محافظ المحافظة الشمالية جهود المحافظة بشأن السلامة العامة في المناطق العشوائية والعمل على تصحيح أوضاعها بما من شأنه تحقيق سلامة الجميع. وفي ختام الاجتماع أشار معالي الوزير إلى ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين عبر الوسائل والتقنيات الحديثة وترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن.